نقاط الاهلي في كل مكان، وطبعا كواليس مباراه الاهلي والتانيه. تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وكواليس مقابر مباراه الاهلي والمقاولون العرب في الاسبوع رقم 23 من بطوله الدوري الممتاز، واللي هي بكل تاكيد مباراه غايه في الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي في مشواره للحفاظ على بطوله الدوري للموسم الثالث على التوالي. خلينا نتكلم مع كل جمهور النادي الاهلي عن كواليس اليوم النهارده بالنسبه للفريق، واللي ابتدى صباحا في تمام الساعه 9 صباحا بموعد الفطار، ثم ميعاد الغداء كان في تمام الساعه 2 مساء، وايضا في هذه اللحظات يمكن المحاضره الاخيره من كابتن حسام البدري، وقبل تحرك الاتوبيس في اتجاه الملعب المباراه استاد القاهره الدولي. اكيد محاضره هتكون مهمه من كابتن حسام البدري، مش هتكون مطوله شويه، خصوصا النادي الاهلي منذ حوالي طبعا 3 أو 4 أيام بالتحديد كان في مباراه اخرى مع فريق المقاولين العرب، وهي مباراه كانت مؤجله من الاسبوع السادس من بطوله الدوري، واللي نجح فيها النادي الاهلي انه يفوز بنتيجه 3-0. بالتالي استعدادات قويه جدا بالنسبه للنادي الاهلي من خلال كلام كابتن حسام البدري مع اللاعبين، وضروريه الفوز في مباراه النهارده خصوصا بعد تعادل فريق الاسماعيلي وهو الوصيف في بطوله الدوري، بيحتل المركز الثاني في المباراه الاخيره له امام فريق الداخليه بنتيجه 0-0. فبالتالي قبل مباراه النهارده الفارق ما بين الاهلي والاسماعيلي 11 نقطه، النادي الاهلي لو استطاع انه يفوز في مباراه النهارده هيصبح الفارق 14 نقطه، بالتالي خطوه جديده اخرى للنادي الاهلي لطبعا الفوز والتقدم في بطوله الدوري العام والفوز بهذه البطوله الهامه جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. لكن بالتحديد نتكلم عن قائمه النادي الاهلي النهارده، وابرز العائدين او المنضمين لقائمه النادي الاهلي النهارده هو اللاعب محمد شريف المنضم مؤخرا من صفوف فريق وادي دجله لصفوف النادي الاهلي، واول ظهور ليه في قائمه النادي الاهلي المكونه من 22 لاعب. لسه ما اتضحش هل الكابتن حسام البدري هيضمه لقائمه ال 18 لاعب الخاصه بالمباراه النهارده فور وصول الفريق لاستاد القاهره ولا لا، ده اللي هيتضح طبعا فور وصولنا لملعب المباراه. ايضا ابرز العائدين لقائمه النادي الاهلي النهارده هو اللاعب ايمن اشرف، هو احد اهم لاعبي النادي الاهلي خلال الفترة السابقة، يمكن كان بيعاني من إصابة خلال الفترة السابقة والتحديد في آخر مباراة أمام المقاولين العرب، بالتالي غاب عن هذه المباراة، النهاردة بيعود، وأكيد شيء جيد جدا تواجد أيمن أشرف في ظل النقص العددي في خط الدفاع بالنسبة للنادي الأهلي واللي بيتمثل في إصابة سعد سمير ورامي ربيعة. بالتالي ايمن اشرف يقترب ان هو يكون بجوار محمد نجيب في مباراه النهارده. لكن ابرز الغائبين وهو شريف اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي اللي بيغيب عن مباراه اليوم لاسباب فنيه فقط ليس الا من قبل كابتن حسام البدري، واللي بيعوض غيابه اللاعب رمضان مصطفى ناشئ النادي الاهلي بجوار كل من علي لطفي ومحمد الشناوي اللي هيكون مؤكد هو الحارس الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه النهارده. خلاص النادي الاهلي انهى استعداداته لهذه المباراه، لا ينقص النادي الاهلي سوى التوفيق في هذه المباراه لتحقيق 3 نقاط هامه تضاف لرصيده عشان يوصل للنقطه رقم 60 والمرور خطوه اكبر بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله الدوري نحو الحفاظ على هذه البطوله الهامه للموسم الثالث على التوالي. هو اكيد كل امل جمهور النادي الاهلي هو الفوز بهذه البطوله كالمعتاد، ونتمنى اكيد كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه.